مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير، أهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة لتصويت أو بالغالبية الكبرى. 143 دولة تصوت بالأمم المتحدة تأييدا لعضوية فلسطين. وفي التفاصيل، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية كما أشرت اليوم الجمعة على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية العامة. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن. ووافق 143 عضوا من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار مقابل رفض 9 وامتناع 25 عن التصويت. والقرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة غير منقوصة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر إذن في الطلب، كما يحدد طرقا لأعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة. وأرحب بداية بالبروفيسور أحمد بوراك، الوزير الفلسطيني الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية. مرحبا بكم بروفيسور، أهلا. أهلا وسهلا. إذن بروفيسور، كيف استقبلتم هذا التصويت وما الذي يعنيه بالضبط بالشكل القانوني؟ يعني هذا التصويت يعتبر تصويت تاريخي، ويجب أن يكون معلوما من الجهة القانونية ما هو تاريخ، أن قرار الجمعية العامة هو قرار كاشف لقرار مجلس الأمن فيما يتعلق بالعضوية، بمعنى أن أي دولة يجب أن تكون دولة عضو وفقا لميثاق الأمم المتحدة يجب الحصول بداية على قرار من مجلس الأمن، ومن ثم يذهب إلى الجمعية العامة. في الحالة الفلسطينية وهي الماثلة أمامنا، تم الأمر بسبب ظروف سياسية وعلى رأسها الضغط الذي مرسى من قبل الولايات المتحدة باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، مما حال دون حصول دولة فلسطين حقيقة التي هي تعتبر قائمة على صفة الدولة في الأمم المتحدة، حال دون ذلك برغم وجود الأغلبية في مجلس الأمن. وحيل الأمر إلى الجمعية العمومية، والجمعية العمومية هي تعبر عن الضمير العالمي والدولي، لأنه ليس هناك ميزانا للقوى، ليست هناك دولة تفوق على دولة أخرى كما هو الحال في مجلس الأمن من قبل الدول الخمسة بسموها الكبار في ذلك الشأن، مما نادى البعض بإصلاح مجلس الأمن. ولكن الضمير العالمي عبر اليوم تاريخيا بأنه ضرور أن تحصل دولة فلسطين على حقها التاريخي بإقامة دولتها. الأمر الآخر أعطى بعض المزايا فيما يتعلق بتمثيل فلسطين وحضور الجلسات. الأمر الآخر والأخير هو إحالة الأمر مرة أخرى لمجلس الأمن لإعادة النظر في قراره وفقا للضمير العالمي الذي عبرت عنه 143 دولة، وهي تمثل أغلبية ساحقة من دول العالم بتأييد إقامة دولة فلسطين. ومن المستغرب أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي التي أقيمت بقرار أممي أقيمت بشرط أن تكون هناك دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي لم يتم. فإن عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة هو مشروط بإقامة الدولة الفلسطينية، ومن المستغرب أن لا يتم ذلك حتى تاريخ اللحظة، وأيضا أن يقوم السفير الإسرائيلي بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، بل بالعكس هو يهين المنظمة الدولية الأممية ويهين الدول تحت مرأى ومسمع من العالم. القضية الفلسطينية باختصار هي قضية حاليا تتزعمها وتتجاذبها القوى السياسية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال التي تحول دون إقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. طيب في حدود أستاذ أحمد براك، قلتم في بداية مداخلتكم أن التصويت تصويت تاريخي في مسار حصول دولة فلسطين على العضوية
الكاملة في هذه الهيئة الأممية. وذكرتم أيضا أن المندوب الصهيوني أو الممثل الصهيوني مزق الميثاق. هذه التصريحات أو هذه الصفات التي أطلقتموها منذ قليل، على ماذا تدلل؟ هل اليوم انتصرت القضية الفلسطينية ونحن على بعد ربما أمتار قليلة جدا من أن تحصل على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة في مجلس الأمن بعد إحالته؟ يعني السلوك الإسرائيلي في هذا الشأن هو معلوم دائما، بأنه هناك تهمة جاهزة لأي شخص يتحدث ضد مصالح ذلك الاحتلال بعدة تهم، منها معاداة السامية أو أن هناك طرق منحاز بما فيها المؤسسات الأممية التي تعبر عن الضمير العالمي. نعم هي خطوة تاريخية، ولكن يجب أن يكون معلوما ولا نتناسى أن حتى تاريخ اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعبر عن إقامة الدولة الفلسطينية تحت بند المفاوضات وليس بقرار أممي، مما يحول مرة أخرى دون استخدام حق الفيتو لدى مجلس الأمن من قبل الولايات المتحدة. وقد رأينا كيف أن الاحتلال الإسرائيلي بقرارات من حكومة الاحتلال وبقرارات من الكنيسة الإسرائيلية إسرائيلي صوت ضد إقامة دولة الفلسطينية. فإذا كان هناك حقيقة رغبة في إقامة السلام يجب أن يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فمبدأ حل الدولتين هو الحل الأساسي والمعتمد من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الجميع لتقرير حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. إذن 143 صوتا يؤهلون الشعب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية. بروفيسور، هل يضغط هذا اليوم فعلا وبشدة على الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية حتى لا تصوت في مجلس الأمن بالفيتو من جديد؟ يعني أكيد هذا القرار يمثل ضغط سياسي ليس محلي وليس من دولة معينة، ولكن من مجموع الدول 143 دولة تعبر بشكل واضح وأصيل وهي أغلبية ساحقة بأنه يجب أن تقام الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات والمواثيق والصادرة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة وفقا للشرعية الدولية في ذلك الصدد. فهو يمثل ضغط حقيقي على الولايات المتحدة، فيجب أن ألا تنحاز مع الطرف الاحتلال الإسرائيلي على حساب مصالح الشعب الفلسطيني. طيب ما هي الامتيازات لتصويت اليوم؟ هناك العديد من الامتيازات، حتى لو افترضنا أن الإدارة الأمريكية ستصوت بلا في مجلس الأمن. يعني هناك الامتيازات بأن 143 دولة التي أقرت اليوم بإقامة دولة فلسطينية، منها دول لم تعترف بعد بإقامة الدولة الفلسطينية، فسوف يسهل هذا الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا يعزز مكانة فلسطين سواء في المنظمات الدولية المتخصصة أو في داخل أروقة الأمم المتحدة في ذلك الشأن. نعم. طيب أستاذ أحمد بوراك، يوم أمس هناك 5 دول مستعدة أيضا للاعتراف بدولة فلسطين، 5 دول أوروبية إضافة لما تابعناه اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ما الذي يعنيه هذا الحشد للقضية الفلسطينية ولفلسطين؟ يعني هذا الحشد يعبر عن ضمير المجتمع الدولي بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقا للقرارات الأممية في ذلك الشأن. نعم. طيب بروفيسور أحمد براك، ما هو موقف الكيان الصهيوني أو ما الذي تتوقعونه منها بعد التصويت؟ البداية كانت بتمزيق الميثاق. يعني هو الموقف الاحتلال الإسرائيلي عبر عنه سابقا بأنه سوف يتخذ خطوات
انتقامية من السلطة والدولة الفلسطينية بشكل أصيل، منه سواء الاستمرار في إرسال الأموال الفلسطينية المحتجزة واتخاذ بعض الإجراءات الانتقامية. وسوف يصر على رأيه لأنه يعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية خطر على الكيان الإسرائيلي. ابقى معنا بروفيسور أحمد براك الوزير الفلسطيني الأسبق وأيضا عضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية. إذن بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، إجماع دولي على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة للأمم المتحدة، إذ رحبت وزارة الخارجية لدولة فلسطين بالتصويت الكاسح والإجماع الدولي في أهم هيئة دولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يؤكد على أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة ومنحها حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة ومؤسساتها وأذرعها المختلفة. أيضا أكدت الوزارة في ذات البيان أو أشارت إلى أن هذا القرار يؤكد على أن فلسطين تستوفي كافة الشروط الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الرابعة، وبذلك فإنها تستحق ومؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. بروفيسور أحمد برك، ما الذي تعنيه بضبط المادة الرابعة في ميثاق الأمم المتحدة حتى نكون في الصورة؟ يعني هو المادة تتحدث عن شروط إقامة الدولة بشكل عام من الإقليم والأرض والحكومة، تتحدث عن دول محبة للسلام، تتحدث عن التزامات الدول وفقا لقرارات وميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن. فلدى دولة فلسطين التي تعتبر هي فعليا قائمة على أرض الواقع ويوجد اعتراف بها قديما منذ إعلان الجزائر وغيره، ويوجد اعترافات في جميع الدول العربية ومنظمة الدول الإسلامية وغيرها من الدول التي اعترفت بهذا الحق، فإن دولة فلسطين قد نص قانونها الأساسي بشكل واضح وأصيل على احترام شرعة حقوق الإنسان وإقامة الحكم النزيه واحترام حقوق الدول. لذلك حسب القانون الأساسي لدولة فلسطين يوجد ما يثبت أن فلسطين قامت بتلك الالتزامات وحتى على أرض الواقع، وهناك ظلم تاريخي معروف أنه أقيم على الشعب الفلسطيني، مما يعني بأنه ميثاق المادة الرابعة من ميثاق منظمة الأمم المتحدة متوافرة شكلا. ولكن يجب أن يكون معلوما نحن لا نتحدث عن شروط قانونية، وإلا كان اعترف منذ القدم بالدولة الفلسطينية. نحن نتحدث عن نفوذ سياسي تقود الولايات المتحدة تحت رغبة الاحتلال الإسرائيلي بعدم إقامة الدولة الفلسطينية، ولسنا نتحدث عن شروط قانونية سواء كانت شكلية أو موضوعية في هذا الشأن. فالأمر يتعلق بنفوذ الولايات المتحدة في هذا الصدد، وعليها أن ترفع يدها ضد استخدام حق الفيتو وإقامة الدولة الفلسطينية في هذا الشأن، إن كانت تريد بالفعل إقامة السلام العادل على في تلك المنطقة العربية. نعم، طيب أستاذ أحمد براك، قلتم منذ قليل اليوم الرهان على الضمير الدولي، ونحن نكتشف تدريجيا أو يوما بعد يوم أن السردية الصهيونية بدأت تسقط بفعل ما حدث من عدوان على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام. هل التصويت، تصويت 143 دولة بنعم لأهلية فلسطين، يعني أن الضمير الدولي بدأ يصحو أو صحى؟
الضمير الدولي حقيقة قائم منذ مدة طويلة وليس من الآن. القضية الفلسطينية تتجاذبها القوى السياسية وعلى رأس الولايات المتحدة التي حالت بشكل أصيل دون إقامة الدولة الفلسطينية، وتوجد من العديد من الحجج الواهية في ذلك الشأن، منها أنه يجب إقامة الدولة الفلسطينية بناء على اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن طريق المفاوضات. ونجد في حتى هذا الشرط حينما تقوم بإعماله الدولة الفلسطينية نجد تعنت بعدم إقامة المفاوضات أو السلام من الطرف الإسرائيلي، بل يذهب إلى الكنيسة ويحصل على قرار يعبر به عن قرار شعبي في ذلك الشأن بأنه يجب عدم إقامة الدولة الفلسطينية. فهذا يعبر بشكل أصيل أن الأمر يتعلق بأمر ونفوذ سياسي من دولة الأولى في العالم الولايات المتحدة التي تحول دون اتخاذ القرار، ولا يتعلق الأمر لا بالضمير المجتمعي الذي هو قائم ومعروف الحق لدى الجميع، ولكن الأمر ولا يتعلق بشروط الشكلية والموضوعية والمتطلبات الأساسية للقيام بالدولة، ولكن الأمر يتعلق بنفوذ سياسي من الدولة عظمى كالولايات المتحدة التي تحول دون اتخاذ القرار بإنشاء دولة فلسطين. نعم، في إطار أيضا المسارات القانونية هناك مخاوف كبيرة جدا اليوم من قبل قادة الاحتلال، مخاوف من المحكمة الجنائية الدولية وقرار من متابعتهم بشكل قضائي، ما ربما دفع بالاحتلال الصهيوني إلى تهديد المحكمة الجنائية الدولية في سابقة لم نشهدها بالفعل. هل يستشعرون اليوم أن نفوذهم بدأ يقل أو بدأ ينحصر لنقل؟ نعم، يعني بداية يجب التعبير أن التهديد الذي تم من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو تعتبر جريمة قائمة بذاتها وفقا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فهو يمثل جريمة في حد ذاته، ومن الجائز بل من المتطلب والضروري على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك الدعوى الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الشأن. الأمر الآخر يجب أن يكون معلوما أن ما ظهر في الإعلام ومن مداولات وتخوف من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار مذكرات اعتقال، هذا الأمر هو متأخر جدا، بل هناك تلفق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي ذهبت إلى لديه العديد من المؤسسات الدولية والوطنية والعربية ومن المحامين مستقلين يعبرون عن ضمير المجتمع، ذهبوا إلى المدعي العام وقدموا وفقا للأصول القانونية بشكل واضح وأصيل ادعاء وشكوى مدعومة بالأدلة والبينات، فرأينا كيف أنه ذهب إلى أنه كما تم تشكيل، وبل العكس ذهب إلى زيارة دولة الاحتلال بزيارة تضامنية لبعض الأهالي المختطفين وزيارة طردية إلى أراضي الضفة الغربية، ورغم أن ذلك يتناقض مع طبيعة وظيفته، وأنه شعر بالإحراج حينما قدمت دولة جنوب أفريقيا مشكورة دعوة أمام محكمة العدل الدولية كقضية حقوقية مدعومة بالأدلة والبينات في موضوع الإبادة الجماعية، فشعر بالحرج في ذلك الشأن، فكان يجب عليه أن يذهب بإصدار مذكرات اعتقال وإصدار قرار بالتحقيق الابتدائي كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا حينما أصدر في ظرف 19 يوم قرار باعتقال الرئيس الروسي بوتين وإجراء التحقيق. فنحن قرابة 7 شهور ويوجد العديد من القضايا السابقة التي صدر فيها قرار تمهيدي من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن حتى الآن لا نسمع إلا بعض التخوفات والتهديدات، ولكن حقيقة لا نرى
شيء حقيقي وملموس على أرض الواقع. نعم، أذكر دائما بروفيسور أحمد بركبي أبرز ما جاء في كلمة مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الذي أكد أن الكيان الصهيوني أغلق المعابر في غزة واستولى بالقوة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. أيضا أكد أن خطة الكيان في غزة هي التدمير وإجبار المواطنين على النزوح، وأن الكثير من المقابر الجماعية تتكشف في غزة خصوصا في ساحات المستشفيات. المندوب الفلسطيني أيضا بمناسبة التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أن حرب الكيان في غزة يشن على الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة والضفة الغربية، وأن الحق في تقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة لا يجوز أن يخضع لحق النقض. إذن دائما كما أشرتم بروفيسور أحمد بوراك، الأمر مرهون بحق النقض الذي من الممكن أو من المتوقع أن تستعمله الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن عندما يحال المشروع من جديد عليها بعد تصويت 143 دولة بنعم لأهلية فلسطين في حصولها على العضوية الكاملة بهذا المنتظم الأممي. بروفيسور أحمد بارك، في حال ما فعلا صوتت الولايات المتحدة الأمريكية بلا، ما هي الخطوات القادمة في الشكل القانوني؟ يعني إذا ذهب الأمر إلى مجلس الأمن، نعم، من المتوقع ألا تغير الولايات المتحدة الأمريكية رأيها في ذلك وتستخدم حق الفيتو، فقد رأينا أنها كانت من على رأس التسع دول التي صوتت برفض قرار الجمعية العامة اليوم. فليس هناك سبيل قانوني لا إلى ذلك الأمر إلا أن قرار بإنشاء أي دولة إلا عبر قرار من مجلس الأمن بداية ومن ثم الجمعية العامة، لذلك سوف يحول دون اتخاذ هذا القرار. وأيضا من الجهة القانونية نرى بأنه لا يجوز استخدام مبدأ اتحاد من أجل السلام، وهو يستخدم في حالة التهديد بالسلم والأمن الدوليين كدولة تغير على دولة أخرى أو تقوم بعدوان مسلح، فالاعتراف بدولة أو لا يدخل في ذلك المنطوق. لذلك لا يجوز أن نذهب قانونا إلى مبدأ اتحاد من أجل السلام الذي يعتبر في تلك الحالة أن الجمعية العامة تقوم بأعمال مجلس الأمن في ذلك الشأن. فالأمر سياسي، فيجب أن يكون هناك ضغط سياسي عربي إسلامي من الدول الأوروبية المحبة للسلام ومن كافة دول العالم على الولايات المتحدة بتغيير موقفها إن كانت تريد أن تحافظ على حل الدولتين. فما نراه الآن في الضفة الغربية من حالة استعار الاستيطان الذي بالفعل أكل وأراضي الضفة الغربية، وما نراه حقيقة من استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهناك خوف حقيقي من عملية التهجير سواء كان إلى سيناء في مصر أو إلى الأردن من أهل الضفة الغربية، هو ما هو قائم بالفعل. بل أن التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالمساعدات، فقد تم إغلاق تلك المعابر واحتلال معبر رفح في انتهاك واضح وصريح لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في ذلك الشأن. فما تقوم به دولة الاحتلال لا يعبر بشكل أو بآخر بأنها تريد السلام في المنطقة، وأنه تستخدم ذريعة الإرهاب هنا وهناك دون الحصول على دولة فلسطين بحقوقها المشروعة وفقا للقرارات الأممية في هذا الشأن. طيب، إذن الرهان اليوم بروفيسور أحمد براك، الرهان هو على الضغط السياسي على الإدارة الأمريكية. صحيح. نعم. طيب أستاذ أحمد براك، ذكرتم منذ قليل جرائم الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وأخص بذكر هنا المقابر
الجماعية التي تتكشف بشكل يومي في خضم العدوان الصهيوني على قطاع غزة. كيف يمكن متابعة الكيان الصهيوني على هذه الجرائم؟ بداية يجب أن أنوه أنه من ضمن قرار المؤقت الصادر من محكمة العدل الدولية كتدابير غير موضوع المساعدات هو أنه الفريق جمع الأدلة من محكمة العدل الدولية أن يقوم بدوره في هذا الشأن فيما يتعلق بهل وجود أدلة تؤيد إقامة الإبادة الجماعية. هذا أمر أول. الأمر الثاني، محكمة الجنائية الدولية والمدعي العام والفريق العامل في عملية الاستدلال حاليا يجب عليه أن يقوم بشكل واضح وفعلي بمعاينة تلك المعابر ومقابر وسماع تلك الشهود. الأمر الآخر، يجب على المؤسسات الفلسطينية وإن كان الاحتلال والحرب القائمة بالفعل في قطاع غزة تحول دون قيام بواجبه بتوثيق تلك الانتهاكات، فقد رأينا كيف أن الولايات المتحدة تحدثت بشكل واضح وأصيل بأنه يجب التحقيق في أمر تلك المقابر. أيضا فرنسا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة ذاتها، ولكن الأمر يتعلق بأنه يكون أن تتحول تلك الأقوال إلى أفعال، حيث أنه يوجد العديد من الجثث في تلك المقابر بجوار المستشفيات سواء كانت الشفاء أو ناصر وغيرها، فكلها توثق أن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وعدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد مدنيين، وتستخدم سيادة التجويع أيضا في ذلك. كل هذا يؤيد بأنه يجب أن تصدر مذكرات الاعتقال بحق قادة الاحتلال، فأنه لن تستطيع أن توقف تلك الحرب إلا بصدور تلك المذكرات وتنفيذ الأوامر الدولية، وفي ذلك الشأن لإرغام الاحتلال على وقف حربه ضد الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. نعم، طيب ابقى معنا بروفيسور أحمد براك، نتوقف عند فاصل ونتابع هذه التغطية المستمرة لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأهلية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة ب 143 صوتا. فاصل ونواصل تغطيتنا المفتوحة من قناة الجزائر الدولية. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذه التغطية المفتوحة والمستمرة لقراءة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ب 143 صوتا تقر أهلية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين وإحالة المشروع من جديد على مجلس الأمن للبث فيه. ومعي دائما في هذه التغطية البروفيسور أحمد براك، الوزير الفلسطيني الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية. قبل أن أختم معكم بروفيسور أحمد براك، إذن نحن أمام لحظة
تاريخية فارقة في المشهد الفلسطيني. كيف يمكن أن نعمل على هذه الخطوة؟ أو كيف يمكن أن نستغلها؟ صحيح، يعني احنا بنعرف انه اللي قدم الطلب لمجلس الامن كانت دولة الجزائر، والذي قدم الطلب لدى الجمعية العامة هي دولة الامارات. يجب على المجموعة الاوروبية والمجموعة الاسلامية والدول الاسلامية في هذا الشأن، بالاضافة الى الاتحاد الاوروبي من الدول التي عبرت بشكل واضح واصيل على رغبتها في إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقه والحفاظ بالفعل على حل الدولتين، في ذلك الشأن يجب أن يتم ممارسة ضغط سياسي على الولايات المتحدة حتى لا تستخدم حق الفيتو، وإن كان تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن حينما يتم التصويت مرة أخرى في مجلس الأمن في هذا الشأن. فيجب أن يذهب ذلك الضغط الدولي إلى الولايات المتحدة للحيلولة دون استخدامها لحق الفيتو لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. فيجب النظر إلى الرغبة الدولية، رغبة المجتمع الدولي وليس رغبة دولة فلسطين ولا المجموعة العربية في هذا الشأن، بأنه يجب إقامة الدولة الفلسطينية التي بالفعل تأخر إنشائها. فإن دولة الاحتلال قد أنشئت بقرار أممي شريطة إقامة الدولة الفلسطينية التي لم تتم حتى تاريخ اليوم، وبقي الاحتلال على صدور الشعب الفلسطيني ويمارس أبشع الجرائم تحت نظر المجتمع الدولي وعلى رأس الأمم المتحدة، ولا تستطيع حتى أن تصدر مذكرات اعتقال من الجائز أنها لا تنفذ. نعم، شكرا جزيلا لكم البروفيسور أحمد براك، الوزير الفلسطيني الأسبق وأيضا عضو اللجنة الاستشارية العليا بالمحكمة الجنائية الدولية. أشكركم جزيلا الشكر. شكرا، وأرحب اللحظة بالدكتور محمود هباش مستشار الرئيس الفلسطيني. مرحبا بكم دكتور، أهلا. دكتور محمود الهباش، هل تستمع إلي؟ هل أنت معنا؟ نعم يا أختي. نعم. دكتور، كيف استقبلتم هذا التصويت، وهل كنتم تتوقعون تصويت 143 دولة؟ في الواقع نحن كنا نتوقع هذه النتيجة، كنا نأمل أن تنحاز أيضا دول أخرى لصالح القرار، وخصوصا من الدول الأوروبية التي امتنعت عن التصويت، لكن لا بأس، مر القرار وبالتالي أصبح لزاما على الجمعية العامة أن تنفذ وعلى الأمم المتحدة أن تنفذ فحوى هذا القرار الذي يعطي لفلسطين. نعم دكتور محمود الهباش، دكتور محمود الهباش. نعم وصل الفكرة، نستمع إليك. كما كنت أقول، يعني هذا القرار يعطي لفلسطين كل حقوق الدولة كاملة العضوية باستثناء حق التصويت في الجمعية العامة، لكن أيا كان فهذا يشكل خطوة كبيرة باتجاه تثبيت فلسطين في الساحة الدولية وفي المنظمات الدولية، تثبيت فلسطين كدولة كشعب دولة لها نفس حقوق وامتيازات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. نعم. طيب ماذا عن الشأن السياسي؟ كيف هو القرار وكيف سينعكس على المعطى السياسي في هذا الوقت بالذات؟ هذا القرار هو إنجاز سياسي ودبلوماسي للقضية الفلسطينية، وهو ثمرة من ثمرات النضال الوطني الفلسطيني التي بدأت قبل أكثر من يعني من 60 سنة بالثورة الفلسطينية، وقبل أكثر من 100 سنة منذ بدايات المشروع الصهيوني في أرض فلسطين. هذا النضال بدأ يثمر شيئا فشيئا،
نحن نراكم الإنجازات التي نحققها إنجازا تلو الآخر، ربما لا ننتصر بالضربة القاضية كما يقال، ولكن بالنقاط. نحن لا نزال نسجل نقاط إنجاز في الساحة الدولية على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والقانوني، وفي مقابل ذلك الاحتلال ورواية الاحتلال وصورة الاحتلال تتراجع باضطراد وباستمرار في الساحة الدولية لحساب القضية الفلسطينية ولحساب حقوق الشعب الفلسطيني، التي بدأت تأخذ مكانها اللائق في الوعي الإنساني، في الوعي الإنساني الشعبي وفي الوعي الإنساني الرسمي. وما نشهده اليوم وما شاهدناه اليوم هو جهود مضنية قامت بها القيادة الفلسطينية في هذا الموضوع. نعم. طيب، في إذا ما أحيل المشروع من جديد على مجلس الأمن، ما الذي تتوقعه السلطة الفلسطينية؟ هل سيستعمل أو تستعمل الإدارة الأمريكية الفيتو وحق النقض؟ القرار في يد أمريكا، تستعمل أو لا تستعمل، هذا أمر يتعلق بها. ولكن نحن نتمنى أن تحكم الولايات المتحدة الأمريكية صوت العقل والمنطق وتنحاز إلى القانون الدولي. نحن لا نقول نعم، ولكن على أقل تقدير نحن نريد من الولايات المتحدة أن تنحاز إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وتمتنع عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها تجاه القضية الفلسطينية. سنستمر حتى لو استخدمت أمريكا الفيتو مرة أخرى، هذا لا يعني نهاية الطريق بالنسبة إلينا، وإنما هذا سيكون حافزا إضافيا لمزيد من الجهد ومزيد من النضال السياسي والدبلوماسي والنضال الشعبي على الأرض في نفس الوقت. لن نلقي الراية ولن نستسلم ولن نرفع أيدينا حتى نصل إلى حقوقنا الكاملة المشروعة في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله. نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور محمود عباس، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس. شكرا جزيلا لكم على مشاركتنا بهذه المداخلة الهاتفية. إذن مشاهدينا الكرام، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار الاعتراف بفلسطين أو الاعتراف لفلسطين بالعضوية الكاملة. مشروع القرار يدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة. مشروع القرار حظي بموافقة 143 دولة عضو، وعرف المشروع امتناع 25 دولة عضو عن التصويت واعتراض 9. التصويت جاء عقب اجتماع الجمعية العامة في دورتها 10 الاستثنائية الطارئة. إذن الجمعية العامة توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في قرار عضوية فلسطين. للإشارة، الجزائر كانت قد قدمت مشروع قرار باللون الأزرق في مجلس الأمن وقوبل بالفيتو الأمريكي وعرف تصويت 12 وعرف بتصويت 12 دولة بنعم. إذن مشاهدينا الكرام، نستمع إلى كلمة أو جانب من كلمة المندوب أو ممثل دولة فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، ونتابع هذه التغطية المباشرة. إن التصويت بنعم هو تصويت لصالح استمرار الوجود الفلسطيني وليس ضد أي دولة، بل هو ضد محاولات حرماننا من نيل دولتنا. ولهذا السبب فإن الحكومة الإسرائيلية تعارض معارضة شديدة للدولة، لأنها تعارض استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلة. إنه استثمار في السلام، وبالتالي يمكن قوى السلام على هذا الأساس. كيف لأي كان أن يوضح أن إسرائيل سمح لها بالانضمام لعضوية الأمم المتحدة قبل 75 سنة بمقتضيات قرار
صادر عن هذه المنظمة رأى مستقبلا قيام دولتين، ودون أن ينتظر انتهاء وضع نهاية للنزاع ويستمر في حرماننا من حقوقنا ووجودنا وحتى ودولة فلسطين بالمقابل، وبعد مضي 75 سنة ملزمة بالانتظار ودائما توصد الأبواب في وجهها مغلقة بما يحول دون قبول عضويتها في هذه المنظمة. إن تصويتكم اليوم بالطبع يحمل الكثير بين ثناياه ويشي بطبيعة تضامنكم مع فلسطين، ولكن في الوقت نفسه يشي بكشف تفاصيل هويتكم وما تمثلونه وتدافعون عنه حقه. تصويتكم وأصواتكم مهمة، وأنا أعلم أن الغالبية الساحقة بينكم سوف تقف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني في الوقت الذي هو بأمس الحاجة لهذه المساندة، وسوف تقفون إلى جانب السلام العادل والشامل لبما يعود الفائد الجميع. وببساطة، إن التصويت بنعم هو الإجراء الصائب والصحيح، وأؤكد لكم ولبلدانكم ولقادم السنوات أنكم سوف تزهون بكل فخر أنكم وقفتم لصالح الحرية والعدالة والسلم في أحلك الساعات. أن التصويت بنعم هو الإجراء الصائب والصحيح. آخر كلمة لمندوب فلسطين بالأمم المتحدة السفير رياض منصور بعد تصويت 143 دولة بنعم على أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالهيئة الأممية. أرحب اللحظة بكل من الأستاذ سامر غبتاوي. مرحبا بكم أستاذ سامر، أهلا بكم، تحياتي لك. والأستاذ أيضا عمار قنا، مرحبا بكم أستاذ عمار، أهلا، تحياتي لكم، أهلا. لن أبدأ مباشرة مع الأستاذ سامر غمبتاوي. كتبتم منذ قليل عندما شاهدت سفير الاحتلال في الأمم المتحدة جولغاد أردان يمزق ميثاق الأمم المتحدة، تيقنت أن نهايتهم اقتربت. كيف ذلك أستاذ سامر غمبتاوي ونحن نشهد لحظات تاريخية كما وصفها ضيوفي الذين شاركوا معنا قبلا؟ مساء الخير، تحياتي حياتي مرة أخرى لك ولضيفك ولمن شاهدنا. أنا قلت أن فعلا عندما رأيته يمزق بهذه الهستيريا وبهذا التشنج ميثاق الأمم المتحدة، وأصلا يعني قبل ذلك دولة الاحتلال في كل ما تقوم به من عمليات الإبادة اكتسبت الكراهية العالمية واكتسبت الحنق العالمي واكتسبت العزلة السياسية العالمية في كل القضايا بقدر ما قامت من عمليات إبادة وقتل الناس الأبرياء وعمليات تهديب قطاع غزة، كل الجرائم التي ترتكبها. فعندما يظهر سفير دولة الاحتلال ويمزق ميثاق الأمم المتحدة وكأنه يقول لكل العالم أنه يعني أن نحن لا نهتم لكل العالم، أو نحن نحقد على كل العالم، أو نحنق على كل العالم، وكأن كل العالم على خطأ، وهذه الدول المصطنعة هي التي على حق. يعني العالم قال كلمته الآن التي كان يجب أن يقولها منذ زمن بعيد. صحيح هذا غير ملزم ولا يعتبر اعتراف مباشر بالدولة الفلسطينية، ولكن على الأقل عندما تصوت 143 دولة من دول العالم بهذا الاتجاه، هذا يثبت أن هناك نهج عالمي الآن يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وأن دولة الاحتلال تحاول هدم كل ذلك. الجانب الثاني من المنشور الذي نشرته يتحدث عن ضعف العالم في تطبيق هذا الكلام، وهذا ما أقصد، أن يجب أن ينتقل هذا الموضوع من التأييد والقبول إلى العمل المباشر بالاعتراف المباشر بالدولة الفلسطينية وشجب وإدانة كل ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم. نعم، ابقى معنا أستاذ سامر غمبتاوي. أستاذ عمار قنا، العالم قال كلمته الآن في صورة 143 دولة في الجمعية الأممية. انعكاسات هذا القرار على الصعيد السياسي أو المشهد الدولي في هذه اللحظات الفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؟
مما لا شك فيه أنها يعني لحظات تاريخية، وممكن القول يعني مرحلة جديدة تمر بها القضية الفلسطينية، وما رأيناه يعني من معاناة وازدواجية في المعايير الدولية باعتقادي جزئيا يعني نضج الضمير الدولي وليس الغربي تجاه يعني هذه القضية. نحن لغاية الآن أمام يعني المعادلة ممكن القول يعني الأخلاقية أو المعنوية، لكن الكل يعلم بأن التصويت النهائي يعني وإقرار هذا القرار الأممي يجب تمريره عبر مجلس الأمن، وباعتقادي أن الفيتو يعني الأمريكي هو جاهز من الآن. هذه يعني المسألة مرتبطة بمسارات التحولات يعني الدولية، ومنها يعني التحول في المنظومة الجيوسياسية، لكنها تعتبر يعني خطوة مهمة جدا باعتقادي في خضم ما نراه اليوم يعني من عمليات إبادة صهيونية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فلذلك يعني هذه خطوة عظيمة، وهنا يجب أن لا ننكر يعني أيضا دور الجزائر يعني في هذا المسار والإصرار على تمرير يعني هذه المسألة مرة أخرى، بداية يعني عبر مجلس الأمن، واليوم عبر يعني هيئة الأمم الجمعية العمومية. فلذلك يعني هذه التطورات يمكن أن تلعب يعني دورا مهما في المعادلات الإقليمية، والتي هي جزءا يعني من العمليات الدولية، والتي نراها هي مستمرة، ونرى أيضا يعني التخبط الأمريكي وأيضا الارتباك في تعاطيها مع هذه الأزمة. فلذلك يعني نحن على أعتاب هذه المرحلة القادمة بتشكل يعني معادلة شرق أوسطية. لا أعتقد أن للكيان الصهيوني يعني وهو كما رأيته سابقا ولغاية الآن ما هو إلا فقط أداة يعني سياسية وجيوسياسية لتمرير المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. فلذلك يعني ممكن اعتباره يعني هذا اليوم هو يعني نصر جديد للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وخاصة في هذه يعني الأحوال التي نراها من معاناة يعني شديدة للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة. نعم، طيب أعود للأستاذ سامر غمطاوي ضيفي من موسكو. قال أنه هذا التطور في الهيئة الأممية وهذا التصويت سيكون له أثر في المعادلات الإقليمية، ويثبت أنه هناك ارتباك حاصل لدى الإدارة الأمريكية. كيف ستتصرف في مجلس الأمن، أو ما هي المبررات التي يمكن أن تقدمها اليوم لكل الدول التي صوتت بالنعم، وأيضا الدول الأوروبية الأخرى التي ستعترف بدولة فلسطين؟ يعني نحن لابد أن نشير إلى قضية هامة جدا، أن في تصويت مجلس الأمن على الدولة الفلسطينية عزلت السياسة الأمريكية، بأن كان هناك فقط الفيتو الأمريكي ودولتان تنعزل عن التصويت، وبقية الدول عيدت قيام الدولة الفلسطينية. الآن هذا الصوت الذي خرج من الأمم المتحدة زاد في العزلة العالمية للولايات المتحدة شريكة الاحتلال، والاحتلال في النظرة. بمعنى آخر الآن العالم يتطور بشكل كبير، الشعوب العالم بشكل كبير نحو القضية الفلسطينية. وهنا أقول هي ليست لا تدعم القضية الفلسطينية فقط، بل هي تتبنى القضية الفلسطينية، ونقصد الشعوب التي خرجت في الجامعات في الولايات المتحدة وفي أوروبا في كافة المناطق، هي الآن تتبنى القضية الفلسطينية وترفع شعارات تحق الحق للقضية الفلسطينية. هذا ما ستواجهه الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن أنا أعتقد لم أشاهد هذه الولايات المتحدة في حياتي في ارتباك كما هي مرتبكة في هذه المرحلة. لماذا؟ لأنها خطت خطوات، أيدت مواقف كاذبة، تبنت مواقف وتراجعت عنها، لا تستطيع أن تدير المسألة. يعني هي تارة تريد حماية دولة الاحتلال، وتارة تريد أن تضغط على دولة الاحتلال لأن لا تذهب. وهي أمل كانت تدفع بحل الدولتين ثم تعارضه بالفيتو بحق النقض. نعم، هذا الجانب الثاني. نعم. هذا التناقض، وهذا يعني التناقض في العلاقات، لأنه الولايات المتحدة ذهبت لتقول وللجميع وتشجع
وحتى بايدن يتحدث بالأمس أنه جمع 5 دول عربية للتمهيد لإقامة دولة فلسطينية. حسنا، غدا قرار لمجلس الأمن، تفضلوا، هل ستقوم الولايات المتحدة بعدم استعمال الولايات المتحدة بإذنها شريك كامل للاحتلال، وهي تريد القضاء على الشعب الفلسطيني ومقاومته؟ نعم، أشكركم جزيل الشكر أستاذ سامر أهمبتاوي الكاتب والباحث، كنت معنا من نابلس، وأشكر أيضا الأستاذ عمر قنا، شكرا جزيلا لكم، كنت معنا من موسكو. إذن مشاهدينا الكرام، تغطية قناة الجزائر الدولية لا تزال مستمرة. نختم إذن هذه التغطية الخاصة بالجمعية العامة أو بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.